السلام عليكم. مجموعة حلقات عن الحروب الصليبية لها علاقة بالتاريخ الإسلامي اللي تحدثنا عليه تقريبا 23 حلقة سابقة. الحروب الصليبية استمرت تقريبا 200 سنة أو 195 سنة بالضبط، وهي عبارة عن 8 حملات. بدأت الحملة الأولى سنة 1095 والحملة الأخيرة 1291، تقريبا 200 أو 195 سنة. لكن بحلقة اليوم ما راح أتحدث عن الحملة الأولى، سوف نتحدث عن أسباب الحروب الصليبية بشكل عام. فنقول أنه كانت الحروب الصليبية ممكن نعتبرها هي الفصل الأخير في مسرحية العصور الوسطى، وممكن اعتبار الحروب الصليبية هي أكثر الأمور جدية في تاريخ أوروبا وكذلك الشرق على الإطلاق، لأنه فيها اتجه الدينان الديانتين اتجهت الديانتين العظيمتين الإسلامية والمسيحية اتجهتا في آخر الأمر بعد قرون من الجدل والأخذ والرد إلى الفصل الأخير الذي يتجه له الإنسان عندما تنسد كل الحلول، اللي هو الاتجاه إلى محكمة الحرب العليا. حكموا السيف فيما بيناتهم في آخر الأمر، فأصبح كل تطور في العصور الوسطى، أصبح كل توسع في الشؤون التجارية، أصبح كل توسع في الديانة المسيحية وكل توسع في الديانة الإسلامية، كل تحمس في العقيدة الدينية على الإطلاق، كل أمر يتطور في القوة وفي العلم، كل ما يتطور في الفروسية من أمور، كل هذا بلغ غايته أين؟ بلغ غايته في حرب صليبية دامت تقريبا 200 عام، زهقت فيها أرواح كثيرة. لذلك عندما نتحدث عن أسباب الحروب الصليبية سوف نجد أمامنا 3 أسباب اندلعت على أثرها الحرب الصليبية. السبب الأول هو زحف الأتراك السلاجقة اللي كانوا مهيمنين على تركيا بالكامل وأجزاء كبيرة، والعراق بالكامل وأجزاء من الشام كبيرة أيضا، الشام لنقول بأكمله. الزحف التركي السلجوقي هذا أحد الأسباب. قبل أن يزحفون السلاجقة الأتراك على لنقول الممالك التابعة للدولة البيزنطية اللي هي باليونان، قبل أن يتجهون يقلقوها البيزنطة الإمبراطورية البيزنطية، كان العالم قبل زحفهم كيف نفسه لقبول سيطرة المسلمين في هذه الأماكن وسيطرة لنقول الإمبراطورية المسيحية بشكل عام البيزنطية في هذا المكان، وانتهت الأمور. لكن الأمور سوف تتغير. طبعا حتى وقتها لما كانوا الفاطميين يحكمون في مصر، الفاطميين حكموا فلسطين يعني في وقتها أيضا عندما احتلوها، مع ذلك المؤرخين يقولون أن الفاطميين حكموا فلسطين حكم سمح ورحيم. في عهد الفاطميين استمتعت جميع الطوائف المسيحية واليهودية بحرية واسعة في ممارسة شعائرها الدينية في الأراضي المقدسة، إذا استثنينا فترات قصيرة. صحيح الفترة القصيرة هي الحاكم بأمر الله، هذا الحاكم الفاطمي المجنون الذي دمر كنيسة الضريح المقدس سنة 1010، يعني قبل 90 سنة 85 سنة من الحرب الصليبية الأولى. لكن مع ذلك المسلمين أنفسهم قدموا كثير من الأموال من أجل إعادة بنائها، بناء كنيسة الضريح المقدس. في فترة من الفترات ذهب إلى فلسطين الرحالة المسلم ناصر خسرو، فوصفها بأنها كنيسة الضريح المقدس بأنها بناء واسع يتسع إلى 8000 شخص. هذا البناء بذل فيه بناء عظيم، بني هذا البناء العظيم بمهارة بذكاء، وزين كل هذا المكان بأمور جدا عظيمة، النسيج الحريري البيزنطي المطرز بخيوط الذهب،
وحتى يوجد رسم للمسيح عليه السلام راكبا على ظهر حمار. انتهى كلام خسروي. مع ذلك كان في أورشليم اللي هي القدس كنائس أخرى كثيرة، كان بإمكان الحجاج المسيحيين يذهبون إليها ويدخلون إلى الأماكن المقدسة بكل حريتهم. كان الحج إلى فلسطين أصبح منذ زمن بعيد إحدى الشعائر الدينية المسيحية، أو ممكن تعتبرها غفران للذنوب أو توبة. فكان الإنسان أينما صار في أوروبا عندما يذهب للحج، عندما يرجع ويسير بأوروبا، سوف يقوم هذا الشخص بيكون إلى احترام وتقدير. ممكن الإنسان بأي مكان في أوروبا يلتقي بحجاج يأكدون أنهم أدوا هذه الشعيرة، هذا الطقس، بأن ممكن يضعون على أثوابهم إشارة للصليب على أثوابهم، اللي هي نين من خوص النخيل الموجود من فلسطين عندما ذهبوا إلى الحج في الديار المقدسة. مع ذلك يصف أحد هؤلاء الكتاب يقول بأن هؤلاء الحجاج اللي ذهبوا إلى القدس إلى أورشليم وأدوا طقوس الحج كان من حقهم أن فيما بعد يكذبون ويخادعون ما بقي من حياتهم. ما يختلفون عن الحجاج المسلمين اللي عندنا، يعني هناك سمعة سيئة عن الحجاج اللي هم يصورون للأسف الشديد أنه إذا ذهب حاج إلى بيت الله فيرجع كما ولدته أمه، وهذا من المصايب اللي على الأمة الإسلامية، بحيث يرجع وهو مصدق أنه ذنوبه بأكملها انتهت وممكن أن يبدي ذنوب جديدة. على العموم بشكل عام، الأتراك عندما انتزعوا بيت المقدس من الفاطميين متى؟ سنة 1070 قبل الحرب الصليبية بعشرين سنة، أخذوا الحجاج المسيحيين بعد أن يعودون إلى أوطانهم يتحدثون عما يلقونه من ظلم وأهانات وتعقير. تقول قصة قديمة ليس لها لنقول ما يأكدها، لكن توجد أنه أحد الحجاج وهو بطرس الناسك حمل إلى البابا أوربان الثاني، هذا اللي راح يشعل الحرب الصليبية الأولى. البابا، بابا الفاتيكان، كنيسة الكاثوليكية، أوربان الثاني حمل له من أورشليم من القدس رسالة تصف بالتفصيل ما يعانيه الحجاج المسيحيين الذين يذهبون إلى الديار المقدسة، ما يعانوه من اضطهاد وتستغيث به ليقذهم. الكلام سنة 1088، يعني قبل 3 سنوات 4-5 من الحرب الصليبية، من الحملة الصليبية الأولى. هذا أول سبب، سيطرة السلاجقة على بيت المقدس وعلى أجزاء من كبيرة من ممالك الدولة البيزنطية. هذا أول سبب. السبب الثاني من أسباب الحروب الصليبية هو ما لحق بالإمبراطورية البيزنطية من ضعف شديد. هذه الإمبراطورية هي بقت 7 قرون تقريبا تقف في مواجهة، يعني بين أوروبا وآسيا، بين الشرق وبين أوروبا، تصد لك جيوش الجحافل الإسلامية وغيرها بكل صمود. لكن في الوقت الآن الذي نتحدث عنه نحن الآن، هناك اضطراب حدث في داخل بيزنطة، في شؤونها الداخلية، في المذاهب الكثيرة التي نستطيع أن نقول خرجت عن الدين المسيحي، وأيضا بسبب انفصالها عن الغرب، لأن نعرف أن هناك انشقاق جدا كبير حدث بين الكنيسة الكاثوليكية روما وبين الكنيسة الأرثوذكسية. هذا الانشقاق العظيم يسموه حدث سنة 1054. حدث هذا الانشقاق سنة 1054، فأصبح البابا وأوروبا الغربية هاي الهم الديانة المذهب الكاثوليكي، أما بيزنطة اللي هي اليونان وحتى مصر بقتها قبل دخول الإسلامي والشام أصبحت أرثوذكسية، الكنيسة الشرقية. كل هذه الأمور أدت إلى ضعف الدولة البيزنطية، بحيث أصبحت لا تستطيع أن تؤدي رسالتها التاريخية. إذن بينما كان البلغار وكذلك البوشناق، عندما نقول البوشناق هم قوم يسكنون في البوسنة والهرسك قبل أن تأتيهم الدولة العثمانية وأصبحوا المسلمين، والروس الكومان اللي هم البلقان، هؤلاء يدقون أبواب أوروبا
بنفس الوقت أو عندهم أطماع على الدولة البيزنطية، بنفس الوقت كان من كانوا الأتراك يقطعون أوصال الدولة البيزنطية اللي هي اليونان، يعني أكبر، لا مساحة أكبر من اليونان، يقطعون أوصالها الموجودة بآسيا اللي بتركيا نستطيع أن نقول. إذن كان الجيش البيزنطي يعني ممكن أن يتم القضاء عليه بالكامل عند معركة اسمها ملازغرد. هذه المعركة سنة 1071 ضد السلاجقة، يعني لو الحظ محال في السلاجقة بشيء يسير لكان بالإمكان القضاء بالكامل على الدولة البيزنطية. لكن مع ذلك هم ما قصروا السلاجقة. السلاجقة أخذوا مناطق جدا كبيرة من الدولة البيزنطية، استولوا على حمص أنطاكيا سنة 1085، طرسوس التركية، نيقيا. نيقيا مدينة مقدسة يعني عند اللي هي بتركيا اللي بيها مجمع نيقيا إذا تذكروا سنة 333 اللي على أثرها أقرت الديانة المسيحية، مجمع نيقيا. فهذه نيقيا صاحبت تاريخنا، نستطيع أن نقول عنها عريق مقدس. ليس هذا فقط، بل أنه سلاجق الأتراك أخذوا يتطلعون إلى ما وراء البسفور من أجل أن يقتحمون القسطنطينية. مع كل ذلك استطاع الإمبراطور، إمبراطور بيزنطة سنة ألف و... اللي استولى الحكم من ألف تقريبا و... ودعش العفو 1081 إلى 1118 إلكسيوس، استطاع هذا الإمبراطور البيزنطي أن يحتفظ بجزء من آسيا الصغرى اللي هي تركيا بعد أن عقد صلح مذل، لكنه مع ذلك لم يكن لديه من القدرة ما يقف بوجه السلاجقة، لم يكن يستطيع أن يصد الغارات السلجوقية اللي في أي وقت ممكن أن تقتحم عليه القسطنطينية عاصمتهم اللي هي فيما بعد سوف تكون اسطنبول. مع ذلك يعني لو نفرض أنه القسطنطينية سقطت بيد السلاجقة في وقتها، سوف يستطيعون هؤلاء السلاجقة لربما يقتحمون أوروبا بأكملها. ها الأحداث اللي نتكلم عنها هنا حتى تكون الصورة واضحة، الفاطميين موجودين في مصر، دولة المرابطين اللي تحدثنا عنها موجودة بالمغرب وفي إسبانيا، والسلاجقة موجودين في الشام وتركيا والعراق وإيران. ما الذي سوف يفعل هذا إلكسيوس إمبراطور بيزنطة؟ سوف يبعث برسالة إلى البابا، بابا الفاتيكان أوربان الثاني، رغم أنهم مختلفين بالمذهب، يبعث برسالة بل إلى كل أوروبا الغربية من أجل أن تساعد على صد هجمات الأتراك. فكان من أقواله بهاي الرسالة أنه من الحكمة أن نحارب الأتراك في أرض آسيا بدل أن ننتظرهم حتى يقتحمون علينا بلداننا بجحافل، يعني ويسيطرون على أراضينا وممكن يقتحمون بجحافلهم إلى أوروبا الغربية. إذن هذا ثاني سبب. السبب الثالث المباشر لاندلاع الحروب الصليبية هي أن المدن الإيطالية بيزا، جنوة، البندقية، هذه المدن أصبحت متوسعة وأصبح عندها سلطان تجاري آخذ في الازدياد. كيف؟ عندما استولى النورمان على صقلية من المغاربة من المسلمين تقريبا سنة 1060 إلى 1091، خرجوا منها المسلمين، أصبحت صقلية مدينة مسيحية، وأيضا انتزعت الجيوش المسيحية جزء كبير من إسبانيا سنة 1085 وما بعدها، بحيث أصبحت النفوذ الإسلامي الإسباني جدا قليل على وشك أن يسقط. على أثرها أصبح البحر الأبيض المتوسط حر للتجارة المسيحية، لا يوجد فيه مخاوف إسلامية. سوف تزدهر هذه المدن الإيطالية الإسلامية، سوف تقوى العفو المسيحية، سوف تقوى هذه المدن الإيطالية وتصبح هذه المناطق بأكملها تجارية واقتصادية بشكل جدا كبير، لأن معظم الغلات، غلات إيطاليا وحتى البلدان الأوروبية تكون عن طريق هذه المدن الساحلية. إذن تأخذ هذه المدن تعمل من أجل القضاء على تفوق المسلمين، أين؟ في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، من أجل أن تفتح أسواق الشرق الأدنى والشرق الأقصى لبضائع أوروبا، يعني موضوع اقتصادي هنا. مع كذلك لا أحد يعلم هؤلاء
المدن الإيطالية التي كانت تطمح إلى القضاء على النفوذ الإسلامي بالبحر الأبيض المتوسط، لا أحد يعلم هل كان لهم تأثير على البابا، هل كانوا قريبين من مسامع البابا أم لا. المهم يصدر قرار نهائي من البابا أوربان الثاني نفسه، وإن كان حتى قبل غير من الباباوات طافت بعقولهم، طافت برؤوسهم هذه الفكرة، فكرة أنه حرب صليبية ضد المسلمين، لأن قبله كان البابا سلفستر الثاني يعني دعا العالم الإسلامي لإنقاذ بيت المقدس. وبالفعل نزلت حملة مخففة أين في بلاد الشام تقريبا سنة 1001. مع كل ذلك حتى كان هناك نزاع مرير بين البابا غريغوري السابع بابا الفاتيكان وهنري الرابع ملك فرنسا، كان نزاع دموي بيناتهم. لكن مع كل ذلك البابا غريغوري ماذا قال؟ قال أنا مستعد أعرض حياتي للخطر في سبيل أن أخلص الأماكن المقدسة من المسلمين، وهذا أفضل عندي من أن أحكم العالم بأكمله. إذن صاحبنا اليوم من هو؟ البابا أوربان الثاني، اللي هو سوف يكون السبب في اندلاع الحرب الصليبية الأولى. أيد البابا أوربان الثاني استغاثة إمبراطور بيزنطة إلكسيوس، لكنه مع ذلك أشار إلى تأجيل العمل حتى تعقد جمعية مسيحية مثل البرلمان المسيحي، أكثر تمثيل لكل العالم المسيحي، تبحث في شأن هل نستطيع أن نحارب المسلمين أم لا، يعني أمر عقلاني جدا. لكن مع ذلك اللي دعا إلى طلب التأجيل ما كان يعلم أنه الأمر مهين، يعني عندما تقتحم الجيوش المسيحية إلى العالم الإسلامي في ميدان بعيد عن أوروبا هذا أمر غير مؤكد. لذلك ما من شك أنه البابا أوربان الثاني كان يدرك أنه أي هزيمة سوف تحط من قيمته، بل أنه أي هزيمة سوف تحط من قيمة العالم المسيحي والكنيسة إلى أبعد حد، لذلك كان يحتاج إلى تريث إلى عقل. إذن كان هذا البابا يتوق إلى أن يتوجه ويجس نبض الأمراء، أمراء الإقطاع، الملوك، القراصنة، النورمان، هل عندهم رغبة جدا كبيرة إلى حرب مقدسة، يتركون ديارهم وأهلهم ويذهبون، عندهم هكذا اندفاع قوي من أجل أن نصد الجيوش الإسلامية، هل عندهم هكذا اندفاع؟ مع كل ذلك وكان يحلم، حتى أحلام يعني طوباوية كبيرة، كان يحلم بإعادة الكنيسة الشرقية إلى حضرة الحكم البابوي هكذا، بحيث يقضي حتى على المذهب الأرثوذكسي ويرجعها كلها كاثوليك. كان يرى بعين الخيال عالم مسيحي عظيم واحد، مذهب واحد، دين واحد، روما هي التي تحكم هذا العالم بأكمله. لكن مؤكد أنه هذا التفكير لم تملي عليه حقائق واقعية، لكن هي رغبة، هذا الرجل عنده رغبة جامحة بالملك، تعلو على كل رغبة. بكل الأحوال ظل البابا أوربان 6 أشهر في سنة 1095، 6 أشهر بقى في عام 1095 يطوف في أرجاء أوروبا، شمال إيطاليا، جنوب فرنسا، يستطلع آراء الشعب، آراء الزعماء، وأيضا يرى ما هي المعونة اللي ممكن يقدموها لما هو مقدم عليه. إذن يجتمع مجلس تاريخي جدا في مدينة كليرمونت الفرنسية. يأتي في هذا الاجتماع في كليرمونت الفرنسية آلاف الناس يهرعون من كل مكان، لم يقف أمامهم برد نوفمبر القارص أبدا. لذلك كانوا هؤلاء الناس هم عوام الناس والأمراء والملوك، امتلأت قلوبهم بحماسة جدا شديدة عندما وقف مواطنهم الفرنسي أوربان، أوربان كان فرنسي، وقف أوربان الثاني الفرنسي وألقى عليهم خطبة عصماء باللغة الفرنسية، أقوى الخطب حماسة وأعظمها بالتاريخ على الإطلاق في تاريخ العصور الوسطى. يا شعب الفرنجة، يا شعب الله المحبوب المختار، لقد جاءت من تخوم فلسطين ومن مدينة القسطنطينية أنباء محزنة تعلن أن جنسا لعينا أبعد ما يكون عن الله قد طغى وبغى في تلك البلاد، بلاد المسيحيين، وخربها بما نشره فيها من أعمال السلب والحرق، وقد ساقوا بعض الأسرى إلى بلادهم وقتلوا البعض الآخر بعد أن عذبوهم أشنع التعذيب.
وهم يهدمون الكنائس بعد أن يدنسوها بريدسهم، ولقد قطعوا أوصال مملكة اليونان، انتزعوا منها الأقاليم. هذه الأقاليم التي بلغت سعتها أن لو أحدكم يمشي فيها لاحتاج إلى شهرين كاملين حتى يقطعها. على من إذن تقع تبعة الانتقام لهذه المظالم واستعادة تلك الأصقاع إذا لم تقع عليكم؟ أنتم يا من حباكم الله بالمجد في القتال وبالبسالة العظيمة وبالقدرة على أذلال هؤلاء الذين يقفون في وجوهكم. ألا فليكن من أعمال أسلافكم ما يقوي قلوبكم أمجاد شارلمان، عظمة شارلمان، أمجاد غيره من الملوك والعظماء. لذلك فليثر همتكم، ضريح المسيح المقدس ربنا ومنقذنا، الضريح الذي تمتلكه الآن أمم نجسة وغيره من الأماكن المقدسة التي لوثت ودنست. لا تدعوا شيئا يقعد بكم عن تحرير هذه المقدسات، لا أملككم ولا شؤون أسركم. فهذه الأرض التي تسكنونها الآن والتي تحيط بها شعوبكم وتسكنها شعوبكم والتي هي محاطة بالبحار والجبال هي ضيقة لا تتسع لكم كلكم. وهنا أعتبر هذا من أسخف الكلام على الإطلاق. يقول إنه هذه المناطق التي تسكنونها أنتم والتي تحيط بها الجبال والبحار هي لا تكفي عليكم، تكاد تعجز عن أن تسد ما يكفيكم من الطعام. من أجل هذا يذبح بعضكم بعضا ويقتل ويسلب وينهب بعضكم بعضا، تتحاربون من أجلها ويهلك من هلك فيكم في حروب الداخلية. طهروا قلوبكم الآن، طهروا قلوبكم واتركوا أدران الحقد فيما بينكم، اقضوا فيما بينكم عن كل نزاع، واتحدوا واتخذوا طريقكم إلى الضريح المقدس، وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنس الخبيث، ثم تمتلكونها أنتم. يقول أن أورشليم القدس أرض لا نظير لها في التاريخ، هي فردوس المباهج، أن المدينة العظمى القائمة في وسط العالم تستغيث بكم، فهبوا لإنقاذها، قوموا بهذه الرحلة راغبين متحمسين من أجل أن تتخلصوا من ذنوبكم، من أجل أن تنالوا مجد الله في السماوات. لذلك هذه الخطبة الحماسية الفرنسية العظيمة أمام كل هذه العشود ملأتهم حماسة، لذلك علت أصوات الصراخ هذا الجمع الحاشد قائلة تلك إرادة الله، تلك إرادة الله. ردد البابا أوربان الثاني نفس الكلام، تلك إرادة الله، تلك إرادة الله. لذلك أمرهم أن يجعلوا هذا نداءهم في الحرب، أمرهم أن يلبسون الصلبان في ملابسهم، وأيضا يضعون علامة على طاقياتهم، على جباههم، على صدورهم، في أي مكان. مع كل ذلك قدموا كثير من النبلاء والأمراء والملوك من فورهم وسجدوا أمام عظمة البابا ووهبوا أنفسهم وأموالهم أسرهم من أجل تحرير بيت المقدس، وحذا حذوهم آلاف مؤلفة من عامة الشعب، خرجوا لك حتى الرهبان حتى النساك من صوامعهم من أجل أن يكونون جنود بالمعنى الحرفي للكلمة وليس بالمعنى المجازي. كل العوام والأمراء والملوك كانوا مستعدين لهذه الحرب المقدسة. البابا أوربان ينتقل من مدينة إلى مدينة، يذهب إلى طولوز، إلى مونبلي، إلى مدن أخرى في فرنسا وفي إيطاليا، بقى 9 أشهر يخطب يدعو إلى الحرب الصليبية. بعد أن يعود إلى روما بعد سنتين غاب عن روما من أجل أن يحشد للحرب الصليبية، أخذ على عاتقه أن يقوم بجمع راية الصليبيين من أجل أن يقوم بعدد يحشد عدد أكثر، ففعل عدة أمور إدارية، قام بحل القيود التي تعوقهم عن الانضمام إلى المقاتلين. لماذا؟ لأن هناك كثير من العبيد، هناك كثير من الناس
الذين لا يستطيعون أن يحاربون لأن هناك من يملكهم سوف يتخذ عدة قرارات. حرر الرقيق اللي يعملون في الأراضي، حرر التابع الأقطاعي طوال مدة الحرب، الإنسان اللي ممكن يزرع أرض لكن هي مو له، حرر من هذه المسؤولية وقال له أنه ممكن إذا تذهب بالحرب المقدسة أنه أنت ما عليك أي حقوق مالية. منح جميع الصليبيين ميزة المحاكمة أمام الكنيسة وليس أمام المحاكم الإقطاعية. المحاكم الإقطاعية ما بها مرحميني، محاكم الكنيسة بها مجال. وخلال كل فترة غيابهم وهم يذهبون إلى الحرب المقدسة حمى أملاكهم وأسرهم، وبالتالي ما جعلهم في حاجة إلى أي شيء. أمر بوقف جميع الحروب القائمة بين المسيحيين أنفسهم، عندهم حرب أخرى أهم. صحيح هو لم يستطع 100% أن يمنع هذه الحروب بالقلاقل بين المسيحيين، لكن لنقل نظريا وضع هذا الشيء، ووضع مبدأ الطاعة التي تعلو، مبدأ الطاعة لمن؟ للكنيسة التي تعلو على من؟ على مبدأ القانون الإقطاعي أو الولاء الإقطاعي. وهكذا تتوحد الأمة المسيحية، تتوحد أوروبا بأكملها لأول مرة في تاريخها عن طريق أوربان الثاني، عن طريق هذه الحروب الصليبية. ووجد أوربان الثاني نفسه السيد المطلق، لنقل أيضا من الوجهة النظرية حتى لا نبالغ، السيد مطلق حتى على ملوك أوروبا عن بكرة أبيهم بأكملهم. إذن تسري روح الحماسة في أوروبا بأكملها كما سرت من قبل أثناء الهجوم المحموم في جميع المناوشات بينهم وبين العالم الإسلامي. هذه تكلمنا عن الأسباب، حددناها بثلاث أسباب للحروب الصليبية. الحلقات القادمة سوف نتحدث عن الحملة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والحملة الثامنة. شكرا لكم.